نوجه الرسالة الأولى مباشرة لمدير الإعلام في رئاسة الجمهورية. رسالتي المباشرة، الرسالة الأولى اللي نوجهها إلى مدير الإعلام في رئاسة الجمهورية المستشار كمال سيدي السعيد. كمال سيدي السعيد إلا تسمع فيا اسمعني مليح، إلا ما تسمع فيا وصلوا له الفيديو باش يسمعوا. كمال سيدي السعيد أنت تعرف جيدا أن السعيد بن زديرة لا يخاف لومة لائم، ماني خايف منك لا أنت ولا تبون ولا شنقريحة ولا أي واحد في الدولة، ماني خايف حتى من واحد، لأنني قلت لك مستقبلي مرايا وكفني في يدي، ولكن أحترم من يحترمني ويحترم نفسه، وأقدر من يقدرني ويقدر نفسه، يحترمني يحترمه. أنا عندما قلت عليك أنت يا كمال سيدي السعيد، أنا لما قلت يا كمال سيدي السعيد أنك لست خائن، مش لأنني حاب نشيط لك والله، لأنني خايف منك والله، لا، لأنني أعرف جيدا أنك ماكش خائن، أنت لست خائن وماكش مندس، وما نخافش منك أنا كغيور على مصلحة بلاده وما شكش فيك، لكن أنا قلت يا كمال أنك وللأسف الشديد ماكش قائم بواجبك كمدير، ما راكش متحكم في زمام الأمور، ما راكش أنت هو رب المقلة، برغم من أنه يعني منصبك منصب عالي، مستشار رئيس الجمهورية مدير الإعلام، لكن كاين بعض الخونة والعملاء اللي يلعبوا مراك ويتكلموا باسم المديرية ويتحكموا باسم المديرية، وانت خضرة في الطعام، انت خضرة في الطعام. إذن من المفروض تشكرني أنني واضح وصريح معاك ما نافقتش، لأنني قلت أنه أصلك وتاريخك تاريخ أبيك وتاريخ العائلة نتاعك ما عندكش الخيانة، أنت لست خائن ولست عميل وما عندكش يعني هذيك الاسقاطة. أنا قلتها بصراحة على المباشر، قلت بلي كمال سيدي السعيد تاع بريستيج نتاع يحب يبيش يحب كذا يحب كذا يحب كذا، لكن الخيانة خطيئة، ممكن يحب يدير اسم كذا كذا كذا، أوكي شاب طموح ولكن ما عندوش نية الخيانة والغدر والإضرار بالمصلحة العليا للوطن، هذا رأيي، ولكنك مسؤول عن أي خطأ يرتكبه أي خائن أي فاسد أي يعني فاشل يعمل تحت مسؤوليتك، يعمل تحت مسؤوليتك. وهذا الكلام نقول لك يا كمال سيدي السعيد اليوم وغدوة، وقلته في الماضي وقلته السمانة اللي فاتت واللي قبلها، ونقول اليوم زد نقول غدوة. إذن مشكلتي ليست معك يا كمال سيدي السعيد، وأنت تعرف جيدا مشكلتي ليست معك كشخص، ممكن عندي مشكل معك كمديرية لأنك مسؤول المديرية، لأنك كما يقولوا الناس رب المقلة في الرئاسة، ممكن عندي مشكل معك لأنه قاعد ننبه فيك وقاعد ننصح فيك، ولكن ليس لدي مشكل معك، بالعكس أنا مستعد أنني نتعاون معك لمصلحة الجزائر، مستعد أنني نتعاون معك ونتعاون مع أي غيور على مصلحة البلاد من أجل مصلحة الجزائر، ولكن مشكلتي مع الخونة مع الفاشلين مع العملاء ومع الفاسدين اللي راهم عندك في المديرية، وانت تعرفهم وانا نعرفهم الجزائر كامل تعرف. إذن نعود نخلط الدومين كما سيدي سعيد، ونبقاو كما كنا كما يقول لك الناس حباب، وكي تحب حاجة ترد على بن زديرة عندك قنوات، عندك قنوات مباشرة وغير مباشرة انك تتعامل معايا فيما يخدم مصلحة البلاد. انا عمري ما طلبت منك طلب، ما قلت لك خدم لي واحد، ما قلت لك اعطيني صفحة اشهار، ما قلت لك دير فيا مزية، ما قلت لك روندي لي سيرفيس، ما قلت لك دبر لي السكنة، ما قلت لك دبر لي خدمة، ما قلت لك حتى حاجة. الحاجة الوحيدة اللي طلبتها منك كمدير اعلام هو استشارة، هل تسمح مديرية الاعلام ويسمح تبون باطلاق قناة فضائية؟ ما رديتوش عليا، سلات كان بي غلقت رب المغلف، ما عندي حتى مصلحة معك لا انت لا غيرك. كانت عندي نية لاطلاق قناة فضائية من فرنسا من باريس، ارسلت لكم مرسول قلت لكم تسمحوا بإطلاق قناة تخدم مصلحة البلاد وتدافع عن الصورة الخارجية والسياسة الخارجية للدولة الجزائرية، ما رديتوليش خبر لا بالسلب ولا بالإيجاب، قلت له إيه لا لا لا، بقيت ضرب النح، فهمت الرسالة، فهمت الرسالة وغلقت الملف وقلت لكم أي بقى على خير. هذا لا يعني أنني ندور عليكم ونسب، لا حاشا، مواقفي ثابتة لم ولن تتغير، مواقفي ثابتة لم ولن تتغير. أنا كنت أعطيك كلمة الراجل
كي نعطي كلمه الراجل نقول له روح راني معاك، راني معاه الى يوم القيامه، الا اذا كان العبد ذيله وخدعني نحيو ذيله، نقطع له راسه مش نقطع له ذيله، نقطع له راسه مش التعويله تاعو. اللي معاك يا كمال خدعين، وستكتشف انهم خدعين وخدعوك، ولكن بعد فوات الاول ستكتشف، ويجي نهار وين تقول يا ابن زديره عندك الحق وانا ما سمعتش كلامك، وقريبا جدا قريبا جدا ستكتشف هذا الخيانه. اقول هذا الكلام لماذا؟ لانه في 2017 والحمد لله واجهنا خونة كانوا على راس جهاز المخابرات، وين تبان يا كمال سيدي السعيد مع كمال الكانيش، وين تبان مع وسيم بوعزة، وين تبان مع فريد بن الشيخ الخائن، لانه يعني انا كنت قادر نصحب مع فريد بن الشيخ الخائن العميل، وراني طيب صالحي معاه وراني داير كراي، ولكن يدي النظيفة الحمد لله الشريفة الحمد لله اللي متربي على تربية صالحة ما نحطهاش في يد واحد خائن وعميل مهما كانت الإغراءات ولو بكنوز الدنيا. أكثر من سنة ونحن نحذر، أكثر من سنة ونحن نحذر من هذا الخائن فريد بن الشيخ ومن معه، أقول لكم يا ناس هذا خائن، هذا عميل. لماذا؟ لأنه أنا كان يوصل لي هذا فريد بن الشيخ ومن معه، كان يوصل لي معلومات خطيرة وخطيرة جدا، معلومات خطيرة وخطيرة جدا، والآن نكشف لكم جزء منها. اللي الحمد لله أن القيادة العسكرية والقائد قائد أركان الجيش الشنقريحة تفطن للمؤامرة، لأن المؤامرة كانت تستهدف قائد أركان الجيش باش يضربوه في رئيس الجمهورية، يديروا بيناتهم فتنة. فريد بن الشيخ جند عدد كبير من العملاء، جند عدد كبير من العملاء وزرعهم في كثير من الأجهزة الإعلامية والأمنية والسياسية والعدالة القضائية وكذا وكذا زرع، وكان يعني وكان يبحث عن عملاء في الخارج، نشطاء هذول في الخارج يعني المؤثرين اللي يتكلموا كذا وكذا، حب يعني يكسبهم. استطاع أن يسيطر على فريد بن أن يسيطر على عبد الصمار، نعم فريد عبد الصمار، حتى هو يعترف أنه كان ضحية مناورات كان يقودها ويحركها فريد بن الشيخ. وأنا واحد من الناس اللي كنت نفس الشيء ضحية فريد بن الشيخ، أعترف، ولكن كنت ضحية فريد بن الشيخ يعني ممكن 5 أو 10%، لأنه كان توصلني معلومات نصفيها في بعض المعلومات، كنت بصراحة كنت نغلط واعترفت على المباشر، قلت أنه كان يغلطني، كان يغلط عبد الصمار، كان يغلط كثير من التسريبات اللي وصلهم. فريد بن الشيخ يواصل المهمة القذرة ومهمة الخيانة التي بدأها كمال كانيش وواصلها أو واصل فيها وسيم بوعزة، ويواصل فيها فريد بن الشيخ نفس المؤامرة. فريد بن الشيخ تم تعيينه مديرا جهويا للأمن من قبل وسيم بوعزة. هذه معلومة لكثير من يعني كثير من الجزائريين وكثير حتى من عناصر الشرطة ما يعرفوهاش. فريد بن الشيخ كان في الصحراء وكان غير معروف، غير معروف بالرغم من أنه دار جذور لكن غير معروف. وسيم بوعزة تلقى تعليمات من عملائه ومن أسياده ومن الجماعة اللي سيروا فيه، قالوا له جيب لنا فريد بن الشيخ حطه في البليدة، مدير جهوي في البليدة، واللي حاكم أهم المديريات، مدير جهوي في البليدة يعني يتحكم في كلش، يتحكم في كلش، كل المديريات تاع الوسط تحكم فيهم، يعني الجهاز الأمني الأقوى كان في يد في المنطقة الحساسة، كان في يد فريد بن الشيخ في الوقت اللي كان وسيم بوعزة وش كان في الأمن. جابوا مدير جهوي في البليدة وبدأ يخيط الأمور، ينسق بالعقل، اشتراك بالعقل، يرتبوا في الأمور. واحد يطرح سؤال يقول ابن زديرة وانت هدرت الخطر فات تقول كذا وكذا وكذا، وناصر كذا، بالناصر كذا، بن ناصر بوعلام تم تعيينه في الوقت اللي تم تعيين فريد بن الشيخ في البليدة، تم تعيين بوعلام بن ناصر في أليكونت، وتم تكليفه بمهمة من قبل الجماعة اللي عينوه، نعم تم تكليفه بمهمة بوعلام بن ناصر مع فريد بن الشيخ مع وسيم بوعزة مكلفين بمهمة، نعم هذه الأسرار لازم يعرفها الشعب الجزائري. روحوا ورجعوا للجريدة الرسمية تلقوا بوعلام
بن ناصر مع فريد بن الشيخ تعينوا في وقت ياسين ابو عزن، هو اللي عينهم، لان الذي كان يسير شؤون الدوله في 2019 هو ياسين ابو عزه. 2020 في البدايه دوك الشهور الاولين ياسين ابو عزه الى غايه القاء القبض عليه وخملوه. المخطط اللي كان يدير فيه فريد بن الشيخ هو استكمال للمخطط الذي فشل فيه ياسين ابو عزه، وتم ايداع السجن هو وعبد الحميد غريس ولشخم وقرميط بنويره والفريق، قائمه طويله. وكان فريد بن الشيخ على تواصل مع جماعه السجن اللي كانوا في الفندق خمس نجوم او سبع نجوم، ياسين ابو عزه والجماعه، كان ينسق معهم من اجل استكمال المخطط الذي فشل في تنفيذه ياسين ابو عزه. المخطط شنو هو؟ زرع فتنه في اعلى هرم السلطه، تسريب المعلومات يبقى يمشي، وخلق فتنه. الفتنه هذه وش تكون؟ الفتنه هذه خلق فتنه انه هناك صراع في اعلى هرم السلطه ما بين جماعه شنقريحه وما بين قائد الحرس الجمهوري علي بن علي. هذه اللي كانوا ماشيينها، كانوا يقولوا بلي علي بن علي يريد ان يعين هو بوعلام بوعلام وتبون، حابين يحطوا شكون؟ حابين يحطوا ثمليه اللي هو قائد القوات البريه، حابين يحطوا قائد اركان الجيش، ينحيوا شنقريحه، ينحيوا جبار مهنا، وينحيوا كل العناصر اللي عندهم علاقه بجبار وشنقريحه وكذا، ويخرجوا ياسين ابو عزه من السجن، ويخرجوا عبد الحميد غريس من السجن والجماعه، ويعاودوا يرجعوا فيما يسمى بالباديسيه النوفمبريه. مؤامره الباديسيه النوفمبريه، حبوا يديروا لها تيكي باللي عندها علاقه بعثمليه قائد قوات البريه وعلي بن علي قائد الحرس الجمهوري. هادو زوج معناتها